الواحد مش عارف يتكلم بصراحة بعد المهزلة والفضيحة والكارثة اللي شفناها النهاردة من منتخب مصر. هو ده المنتخب اللي وصل لنهائي بطولة أفريقيا وخسر، وعلى آخر مباراة، مباراة فاصلة مع السنغال، طلع من كأس العالم. والله العظيم فرقة من مركز شباب في أي قرية في مصر تلعب أحسن من اللي بيحصل النهاردة. انا مش لا هتكلم مش هتكلم لك انا كوره بقى وتشكيل النهارده اساسيات الكوره مش موجوده. يعني انا افتكرت كده زمان لما كنا بنلعب في النادي كانوا بيعملوا فرقه او نص الفرقه اللي هو المدافع الاساسي قصاد المهاجم الاساسي، يقطع الكوره، المدافع يقطع الكوره يسلمها للمهاجم عشان يهاجموه تاني كنوع من التدريب. ده اللي كان بيحصل حرفيا في الماتش النهارده. ايه التوهان ده؟ عايز تغير غير بعد الدقيقه 20 25، غير. احنا وقفنا اللعيبه على الخط لحد ما دخل الجون التاني، ده احنا ربنا رحمنا، الحكم رحمك من ضربه جزاء على امام عاشور في بدايه الماتش، وكره في العارضه، وهدف ملغي، كان زماننا طالعين بفضيحه اكتر من الفضيحه اللي احنا فيها. انا طول الماتش كده عارف بيستحضرني موقف ايه؟ والله لقطه كانت جت في بالي، يعني ما فاكر انت فيلم احمد زكي في ضد الحكومه اما وقف في المرافعه قال لك ايه؟ كلنا فاسدون لا استثني احد او بلا استثناء، ولا مش عارف كان بيقول ايه بالنص. يعني هي دي منظومه الفساد في مصر. اتحاد الكوره بقى تتكلم عن وزاره شباب، تتكلم عن اي حاجه، المنظومه كلها فاسده، الرياضه فاسده في مصر. وخروج محمد الشرباجي واللعب لدوله تانية مش من فراغ. انا مش مع اللاعب او ضد اللاعب او الكلام من ده، لكن انا ببين لك الدنيا ماشيه ازاي. اتحاد الكرة أربعة رايحين يا راجل، احنا رايحين ملاوي نلعب أثيوبيا، مش رايحين كأس العالم. رئيس الاتحاد وحازم إمام ومحمد بركات ومش عارف مين انت في ايه؟ ربنا يا رب، يعني ربنا عمل كده عشان تتكشفوا بقى والدنيا. يعني الواحد اتخنق بصراحة، الواحد اتخنق. والناس اللي كانت قاعدة بتهاجم بقى محمد صلاح وتتكلم عن محمد صلاح، اديك يا سيدي شفت المنتخب من غير محمد صلاح. ده انا واحد من الناس كنت بتريق على كرشه وكروش، على اللي انا شفته ده نار كروش ولا جنه ايهاب جلال. ماشي يا عم مش هنحكم عليه لسه، تاني ماتش. لكن تاني ماتش ايه يا عم؟ تاني ماتش ايه يا سيدي؟ فين ادارتك للمباراه؟ حتى اللعيبه كلها خارج نطاق الخدمه زي ما بنقول، او اللعيبه ما جاتش الماتش اساسا، ما راحتش. انت فين دورك؟ انت المعالجه بتاعتك حتى كانت اثناء اللقاء ايه يا راجل؟ النهارده الدفاع والله العظيم اقول لك ايه، شوارع. يعني اقول لك ايه، متقطعين متاخدين غسيل ومكوى، وما عملناش هجمه توحد ربنا. هجمه واحده، ما فيش كره على المرمى يا راجل، ما سددناش غير تسديده واحده بره العارضه. اثيوبيا يا مؤمن اللي الناس قاعده تقول لك نروح نتسلى ونحكم بقى بعدد الاهداف اللي هنحطها ولا ما نحطهاش، ادينا حطينا يا سيدي، حطينا على نفسنا وحطينا على الجمهور. ايه ذنبنا احنا كجمهور نشوف العاهات اللي في الملعب دي؟ ما تقوليش انت قاسي على اللعيبه، واللعيبه النهارده تاخد فوق دماغها واحد واحد، ما فيش حد في الملعب اساسا. ما تجيش تراجعني وتكلمني في لعيبه ولا لعيب ادى ومش ادى واجهاد ومش اجهاد، ما فيش اي عذر لاي لاعب. مش قادر ومش راجل ما تنزلش الملعب يا سيدي، ما انتش راجل ما تنزلش الملعب. اللعيبه اتكشفت النهارده، تطلع بقى تقول لي سوء ارضيه ملعب، تطلع تقول لي امطار والجو ومش الجو والاجهاد، مفيش اعذار. هنقعد هنا من هنا لشهر 9 بقى محروقين الدم على المجموعه بتاعتنا دي اللي كلها بقت ثلاثات. اتمنى ان انا ما اكونش صدعتكم، ولكن انا حاسس بيكم والله. من الاخر الله المستعان، يعني نصيحه اخويه، يعني ابعد عن الكوره في مصر. سلام.